ولا شيء. يعني بتروح اذا بدي فوت على السوبر ماركت او على الدكانه ما بقدر اشتري شيء، خسرت كل شيء. وعم نحكي بمبلغ كتير كبير. من اجمل البطولات ربحتها لانه هون عملت فيها احسن لعيب باسيا، احلى لعيب لعبت معه بالاغليم شنطف. لما يطلعوا ويصيروا بعمر 18 وبلشوا جامعه، ولادك اتجهوا هيدا الكارير، نوعا ما ما بقى رح يعيشوا معك بالبيت. ما حدا عارف الا لبعد 3 سنين. انا بالجمعه ما بتقطع 3 ايام ما بكون عم ببكي فيها انا وعم نام. وفرصه تانية ما كانت هينه ابدا. تعذبت وشقيت وفتحت الحياة. أنا بقول لهم لا، يعني كتير بيضة وبشوفوا أبيض، بس الحياة فيها سواد. أكلت الضرب من صاحبي اللي هو يعني خي لك أكتر من خي، ومرق علي سواد ليوم السواد. هاي فادي حبيبي، رح جرب أعرف عنك بثلاثين ثانية، مع أنه إذا بتجي لقلي 30 دقيقة بقدر ضل أحكي عن التايجر. أنا تسلام. هذا الخطيب معروف بتايجر، يلي هنا إذا بغمض عيوني هيك برجع لورا على بطولات آسيا والبطولة العربية والباسكت والتايجر على السلة ولع وشرقت. بالنسبة لقلي التايجر هيدا الاسم يلي قلت له إياه وعمل منه تايجر هو بكل المجالات. يعني فادي الخطيب يلي معروف بالباسكتبول، يلي معروف عربيا، يلي معروف آسيويا، يلي معروف عالميا، قدر انه يحفر اسمه بثلاث محلات كانوا اساس بالنسبه له. بالنسبه لالي ثلاث محلات كان التايجر فيهم. اول شيء الباسكتبول، ثاني شيء البزنس اللي عمله، والاهم العيله اللي عملها. فكان هذا الشخص اللي موجود على طول حاضر من قبل بالباسكت لهلا بكل شيء عمله. فانا اليوم عم بحكي مع شخص شاركت انا وياه ببطولات، شاركت انا وياه بانجازات، وشاركنا بكثير امور انسانيه وعائليه. هادي الخطيب، عم جربت اعرف عنك بثلاثين ثانية وكترت لا بالعكس، انت يعني بتستاهل اكتر. اذا انت ما بتخبر شغلة ما قلتها، اللي هي الاسم تبع هذا كله هو يعني طلع فيه توني بارود من الاساس. عن جد يعني كل هو قلبي. احلى لقب انعطالي لهلا، يعني العالم بتعرف اللوجو وكل شيء فادي بحياته هو التايجر. وثانك يو على اللقب. بتعرف يعني هيدا التايجر لابسك لبس، لان حتى كنت تشوفك طريقتك، الجسم اللي عندك، كيف تكون على السله، كيف البطولات، كيف الربح، وكانه امبارح. بس انا برايي بعدني بشوفهم فيك لحد هلا. فادي اذا رجعنا هيك بصور، شفنا مراحل بالحياه، صور مهمه كثير. بتعرف اوقات الفيديو مهم، بس الصور انا بتعني لي. هيدي ايمتى كانت؟ هيدي بالألفين وتصفيات لبطولة التأهيل لبطولة العالم بال2005. كنا عم نلعب بقطر، وكان هيدا الجيم خلص كان تحصيل حاصل، لأنه كنا عم نلعب الفينال ضد الصين. كنا هون متأهلين على بطولة العالم، وهي المرة الثانية من بعد 2001. وكانت هون وقتها وكان معهم نخبة اللعيبة، يومينج وزيزي وأربع لعيبة بالNBA. سو هيدي احلى بطوله من احلى بطولات لعبنا فيها نحن، وقدرنا نربح بالسيمي فاينل على قطر بقلب قطر، وكان معهم 11 وقتها 11 لعيب مجنس، وقدرنا نطلع فيها على بطوله العالم. والمنتخب كان احلى سنين هذا السنه، هيدي من احلى ايام. هي دفنتلي. بس انا بدي اقول انه بفتره كنت بلشت لعبت شوي صغيره انا بنادي الحكمه، بس صرت اسمع انه في شخص اسمه فادي الخطيب جاي عم بيلعب. بالنسبه لي انك انت انا موجود ومشنطف واللعيبه، انه كيف راح يكون هاللعيب من وقتها؟ عم بحكي من ايه، من زمان يعني، يمكن اذا ذكرتي منيحه من 97 هاي هيدي يعني هيدي اجمل بطوله، من اجمل بطولات ربحتها لانه هون عملت فيها احسن لعيب باسيا. كنت مع نادي شونفيل، وطلبني نادي رياضي اطلع معه على بطولة اسيا اعارة. عم نحكي بال 2011-2012. بهيدي السنة اللي طلعنا فيها قدرت حقق، لا يعني ريكورد لتاريخ اليوم بعدها ببطولة اسيا كلها بسنين. ما في لعيب سجل بالفينال 42 بوينت، وكنا عم نلعب ضد الفريق الايراني بكل لعيبته والاجنبيين لزيادة. كان جيم فيري ديسايسيف. قلت له لفؤاد ابو شقره اول هاف، خلصنا اول هاف كنا داون باي 7 أو 8. قلت له ارتاح رح تحمل الكاس اليوم. تاني هاف حطيت 32 بوينت بهاف واحد. سو اي اندد اب بالجيم ب 42 بوينت، كان ريكورد بالفينال. ومن اجمل البطولات، لانه بتعرف انت اليوم لما تربح وتعمل احسن لعيب وتعمل بلس ريكورد، تكون كل شيء. ايه ضربت تجمعه.
أنا والصديق والعزيز السي او تبع ماتريكس اللي هو أنا سفيرهم كمان one if not the best sports equipments ب fitness equipments بالعالم. هون كنا عم نمضي الأجريمنت والأمباسادرشيب والبارتنرشيب مع بعض وافتتاح تشامبس بفستيفال بلازا بجبل علي وwe made sure إنه نعمل شيء شوي different. أيه. عملت ريسيرش كبير شفت شو هو أكبر سبورتس كلوب بالعالم وقديه السايز تبعه لأنه تفتح الجيم بقلب مول صارت ترندي بس تفتح إكومبليكس وجيت أيه. أنت شفت أنا شيت شفت إكومبليكس بقلب مول في باسكت أيه. صح بادل في باسكت في أميزنج جيم في إسكاليتر في كافيه إتس يونيك ولهلأ نحن أكبر سبورتس كلوب بقلب بالعالم بقلب مول الأكبر إيه يس كل شيء الدنيا كلها يعني كل شيء عم بعمله بحياتي كرمالهم كل شيء عم يعني إذا بدك الصبح والليل والظهر وعشية وهذا كله كرمالهم والشغل والمجهود اللي عم نعمله كله كرمالهم شو العيد الحلو شو العيد الحلو نحكي عنه بالتفاصيل كتير أنت بتعرف على طول يعني مش بس ببرنامج أو بلقاء على طول بحكيك عن الموضوع بعرف محبتك تد one of the biggest توكس عاملها أنا وكنت كتير مبسوط وفخور إنه عملتها وات واز موتيفيشنال انسبيريشن توك مع عن إذا بدك كل التشالنجز والأوبستكلز اللي بيقطع فيها الإنسان بحياته خصوصا إذا أتليت لأنه أنت بتعرف الأتليت اليوم عنده تشالنجز أكتر بحياته وناس حربوه ناس حبوه ناس وقفوا ضده ناس وقفوا ضده أنا اللي بعرف والأصدقاء واللي وراء كل حدك واللي فرجيك الصورة الحلوة بيطلع هو عرفت so how to overcome it وش كيف أنت بتقدر تتخطاها وشو بالمايندسيت اللي يكون عندك مهمة يعني جدا جدا كل خبرتك كل إحساسك كل اللي بتعرفه بالفور ومنجرب قد ما فينا دائما يعني على السوشيال ميديا أو بحياتنا أو مع أصدقائنا أو مع أولادنا نضلنا نوعي على هذا الموضوع أنه قديه مهم المايندسيت بحياة كل إنسان مش بس كل الأثليت إيه عم تحكي بعدة مرات عم تحكي عنهم حتى بالنسبة للي أنا بشوف بمقابلات أو على صعيد شخصي أو على صعيد يعني مش بس مرتبطة بالرياضة أكيد مرتبطة بالحياة كمان الحياة الأشياء الإنسانية كيف واحد يقدر يطلع منهم كيف أكيد. يقدر يكمل كيف يقدر إذا بدنا نفوت شوي بالعمق هيك أنا وياك بالبداية طفولتك كيف كانت؟ طفولتي لك الحمد لله يعني تربينا تربية يعني صحيحة وما كان في عندي إذا بدك لف ودروان وشت وزعرانات بالعكس كانت طفولة جدا متجهة عارفانين الدايركشن تبعها كيف اللي هو سبور والرياضة واليوم توني لما واحد يكون عارفين الدايركشن تبعه وخصوصة أنه الدايركشن تبع رياضة صار الإنسان عارفين وين رايح صار هو الكاركتير والأتيتود تبعه رايح لمحل صحيح لأنه الرياضة دايما بتصلح بتصلح بالعقل بتصلح بالجسد بتصلح بالكوميونيكيشن هالقد مهم الرياضة سو أهلي بالأول كانوا تعرف مثل أي أهل لا في المدرسة وفي هيدا وفي التعليم هذا بدي أقولك سو كانوا جدا ضد هيدا الموضوع خصوصا أنه أنا بلشت بعمر كتير صغير لما شافوا أنه في تالنت وخلص الصبي عم رايح على هذا الاتجاه صار يخففوا من حدية انه الضغط على العلم انه تعلم مجبور تخلص جامعتك وخلص مدرستك وهذا اللي عملته بس بنفس الوقت ما فينا نحن نجي نلغيله الباشن تبعه بحياته سو كانوا جدا حاضنين والحمد لله انه يعني كتر خير الله انه كان عندي بي وام استوعبوا وربونا تربية صالحة لنقدر نحن كمان نورطها لأولادنا ونربيهم على نفس المنهج وهيدي كانت إذا بدك البيس تبع فادي بالحياة فادي عم تقلي عن موضوع أنا بيأثر فيه كتير لأنه يعني عم تقلي عن أهلك لما كنتوا بالبيت موضوع أنه لا ما تلعب والباسكت وشو بده يطلع من الرياضة والسبورت أنا هيدي ما عرفتها أنا عرفت وجهن اللي كنت شوفه بالملعب يعني شوف أمك وبيك موجودين بالملعب ما بعرف إذا في فرحة أكتر من هيك أهل كانت بشخص هالقد بيفتخروا فيك هالقد عم بيشوفوا الناس
كانوا يبرموا يطلعوا لورا يشوفوا الجمهور كيف عم بيكونوا معك ويصرخوا لك. بس انت هالموضوع لما قلب على الدعم منهم هني مشيت الامور بطريقه سموث معهم لاهلك لما انقلب؟ ايه، لانه يعني الله يجزيه الخير ايسر حداد اللي هو كان صاحب مدرسه الروضه. سو انا كنت بالروضه، والروضه كانت تعرف انت قد ايه يعني في درس وبس، في الباسكتبول عند ايسر اذا بدك شيء يعني ممنوع حدا يقرب عليه. قال له كمش لبابا، وهو كان الاساس بهذا الموضوع. قال له اترك لي ابنك على جنب، خلي لي فادي انا اهتم فيه، وخي مش مدرسته قصته علي وكل شيء علي، ما تقرب لي عليه، خلي لي عم يدرس ويلعب باسكت. لما بابا شاف انه هذا الموضوع عم بيجي من ايسر حداد وحبيبي وصديقي، وهو من الاشخاص اللي كمشوا لي ايدي وفوتوني على لعبه كره السله رورو زلعوم. انت قبل كنت فوتبول؟ كنت فوتبول مزبوط، ورورو صاحبني. سو رورو شافني قال لي تعال بدي تلعب معي بالروضه بالمدرسه. الله سلام. ايه فاخذني مثل كبير لقلنا كلنا حبيبي هيدا، مثل كبير لقلنا. اخذني رورو وفوتنا على الباسكت وخلص. شاف حسيت، بتعرف انت اليوم لما تحس خدت الطابه بعد ما بعرف العب طجيت وهذا، حسيت في شيء وكفت. سو رورو وايسر صوتوهم لاهلي يعني عملوا كومبين عليهم، قالوا خي المدرسه علينا، رورو هو مهتم بالباسكت والدعم وكل هالتفاصيل. سو ارتاحوا انه لا خلينا نعطيه بوش للصبي، خلينا الايسر هو عارفين ورورو هن عارفين. سو انقلبت ايجابيا وصار عندي اذا بدك شيء برهنه اكثر لاهلي انه انتم رهنتوا، وهذا الرهان رح جيب لكم اياه بمحله. فادي انا بحب عن موضوع عم تحكيه هلا اذكره على طول، بحب الانسان والشخص يلي مثل فادي الخطيب وصل صار نجم ونعرف وافضل لاعب والناس بتعرفي، بعدك بتتذكر ايسر؟ اكيد. لا قديش مهم هذا الموضوع. Definitely. تتذكر رزق الله زل عمره، انه المهم واحد يتذكر مين كان حد ومين كان عمله. لو انت ومطرح ما صرت في ناس يمكن اوقات بتنسى او ما. اليوم توني اللي بينسى اصله وبينكر اصله بيكون هو بلا اصل. اليوم هن يعني الاشخاص اللي اجوا كمشوا لك ايدك يحطوك على الدرج لتطلع انت الستيب، هن الاساس. اليوم انا بقول دائما انه يعني الانسان ليطلع بده بوش، لما يطلع بهيدا البوش ويحلق، هول الاشخاص اللي تحت اللي هن دفشوه واللي كانوا معه بالاول هن الاساس. لانه لما يوقع ويرجع هن يكمشوه، والاشخاص اللي مثلهم بده يكمشوه. سو المحور من هذا الموضوع انه الاشخاص ما لازم تنسى اهلها. في كتير بينسوا هذا الموضوع، ما لازم ينسوا الاشخاص اللي وقفوا حدهم، اصحابهم اللي مزبوط بحبوهم واللي كانوا معهم من الاساس. وهذه شغله كتير اساسيه بحياتنا، لانه لما انت يكون عندك هيدا الشعور وهيدا الاحساس وهيدا العالم تفهمه، بتبلش توثق فيك، بتبلش تعرف انه انت عندك اصل، وهذا هو اساس. نحن بكل اخر شيء كلها سمعه بالاخر، بيبني سمعته الله، كل شيء بيشتري بالحياه واملك كل شيء، بس اهم شيء واحد سمعته والريبوتيشن تبعه. فادي انت قبل بعدين الروضه ورحت على النادي الرياضي؟ مزبوط مزبوط، قعدت بالنادي الرياضي قبل ما ترجع تنتقل للحكمه. على الحكمه مزبوط، بعدين انتقلت على نادي الحكمه وبلشت البطولات وهيك. لما انطلقت، معلش لو رجعنا للاسماء، يعني عندك ايسر ورورو زلعون كانوا موجودين بالروضه، واذا رجعت انتقلت على الحكمه، واحد كمان ما بينسى أكيد كل البطولات الانجازات اللي عملتها، البطوله العربيه البطوله الاسيويه وهيك. اذا قلت لك بمختصر عن ثلاث اسماء، لو هيك اذا بتريد بكلمه تقول لي الله يرحمه يعني المهم والمحفور بقلبنا، شو هو؟ انطوان شويري. باي 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 باي، يعني انطوان الله يخلي لي الوالد وجهاد كل الدنيا لالي وهيدا. انطوان شويري يعني بيعرف بابا والعائلة، هو بي التاني لتاريخ اليوم. وما بنسى اللي عمله مع فادي. نحن ما عم نحكي شيء ما خصه ماديا، انا عم بحكي معنويا. بس قول لي بي يعني مش ما خصه. انا لما فات انطوان شويري طلب مرتي وقعد وقرى الفاتحه معنا
واستأذن من الوالد بعد ما طلبها الوالد ليرجع يطلبها مرة تانية هو، وكان واقف بالعرس عم يستقبل المعازيم مثل جهاد. مثله مثل جهاد ومثل هائل وهادية وماما. هذا بفرجيك شو فادي بالنسبة لألون ولا تاريخ اليوم. بسأل بيير، بسأل مدام شويري ولينا وأنتوان الصغير وكلهم، تعرف أنه هيدا يعني شيء صار بون بالعائلة مع بعض. هيدا المهم. غسان سركيس، غسان يعني ليك، أنا بالنسبة لقلي الدم ما بيصير مي، رغم كل شيء قطع ورغم يعني لنحكى واللي حكي والعمل وكل هالتفاصيل، بالنسبة لقلي في عشرة. لا بس بتحس على طول لما كنت حتى بالشانفيل أو عس، بالنسبة لقله أنت يعني إن شاء الله بتمنى الرغم. بالنسبة لقله كون أنا مثل ما هو بالنسبة لإلي أو مثل ما هو بالنسبة لعائلتنا كلها، لأنه غسان كان كمان. كان فرد من الأساس تبع بيت فادي وهنا وولادي. أنت هذا الموضوع كتير بيعني لك كتير، بس لأنه ليك الباسكت ويعطوني اليوم مين أحسن لعيب وما مين أحسن لعيب ومين عمل ومين ساوى، كله فاني كله رايح. اليوم لما بدي يجوا يقولوا لي انت والله احسن لعيب عاسيا واحسن لعيب العرب، انا بعملت ببطوله، بس هل انا بتاريخي؟ هل لا مش مزبوط، لانه انا لما بدي اطلع بدي اقول هيك شو بدي اقول عن توني وإلي وبولس ووليد واللي قطعوا قبل اللي ما كان عندهم الفاسيلتيز اللي كان عندنا اياها نحن. انا بكون عم بقلل احترام غيري واللي هن لو كان عندهم اياهم كانوا يكونوا احسن منا. سو اليوم هذا الموضوع بالنسبه لي تافه، هيدا موضوع متجه لأنه خي attention يمكن أو whatsoever لنحكي عنه أو لنطلع to prove a point. بس بالنسبة لقالي الأساس شو أنت عملت وشو خليت بذكرى الناس، هيدا الأهم. شو أنت النقل النوعية اللي عملتها، هيدا الأهم. الأهم صح. مين أحسن لعيبة ومين مش أحسن لعيب؟ لا لا أنا بالعكس، أنا عم بقول لك هيك يعني توني وإلي وبولوس لما أجوا بالآرة تبعيتهم حفروا بقلوب لهلا وعقول الناس ما بتنسى. هذا بدي أسألك كنت عن اسم كمان إلي مشان طفي اللي هو غسان. غسان يا ريت، أنا بالنسبة لقاله مثل ما هو بالنسبة لقالنا، وأنا الدم ما بيصير مي رغم كل شيء، رغم أنه في بيصير في بين خي وخي وبيصير في بين هذا أطيع. بس في بعض ذكريات وفي في محبب ذكريات لا تنسى ما بتنتظر. مشان طب خي وصديق وتواصل دائم وبيقول لي هيك على طول خي وصديق بنلعب تنس يا بنتلاقى مع بعض. كمان من الناس اللي حفروا بلبنان وبالباسكت بول بلبنان اللي كنت عم تحكيها أنت عن إلي وعن لعيبة مهمين. ليك أحلى أيام قضيتها أنا وإلي يعني بفورة ال 98 99 2000 2001 وال 2002 واللي حققناه، وهل إذا بدك فادي وإيدي الديو اللي كانوا مع بعض الكومبينيشن اللي صار كان كومبينيشن، واثنين إذا بدك بنفس المنتاليتي ونفس الليدرشيب ونفس وأنا كنت يعني إلي أكبر مني بتسع سنين، بس أخذت منه كتير، أخذت من قدي هو منتلي طف وعلى الملعب يعني رجال. سو اثنين منا هين يركب اذا بدك اثنين هالقد اجريسيف بالملعب مع بعض. سو احلى ايام، وبعتقد انا يعني لما انسال انه احلى لعيب لعبت معه بالاغليم شنطة طيجر. بس نحكي عن موضوع الطفولي الحياتي اللي انا لما هيك اسمع منك كيف كنت وين كنت بترجعني انا على ايام حلوه بطفولتي كمان او بالباسكت. رجعنا حكينا كمان ايام المدرسه كيف انتقلت للحكمه، كيف الشباب اللي حكينا عنهم. اذا بدي اسالك عن الاهم اللي بيبقى العائله بالنسبه لك، هيدا البالانس، هيدا الميزان بحياتك، هن الاولاد العائله ومرتك. انت بتعرف انا قديش بقدر هالبنت البيت حبيبي، هالولاد انت اربع اولاد الله يخلي لك اياهم، اجيت هالوردة بالآخر بدك كل يوم انت تنيمها وتنام حدها جوري مش يعني كلهم اكيد نفس المحل بتحطهم بعد قداش عطفتك. جوري غير شيء، لانه بتعرف انت الولد مع البي علاقته غير ما البنت مع البي.
يعني دلعة وحكية وتغنيجة. يعني اليوم أنا فتت على البيت كانت قالت لي أنا كل بعد الظهر ماشية دغري البنت، لما جيت أنت ما بقى بتحكي مع هنا وتصارت تدفش بهنا وما بقى بتحكي مع حدا بالبيت وبتدلع علي وبتجي بتعرفت تقعد خلص على كتفي وما بقى شايفي حدا غير سو هيدا. وكيف تتعاطى معك هي؟ يعني هن لو دي عمر صغير ذكية كيف يجلبوك؟ سو الله خلي ليون يعني كلهم أكيد وهنا هنا الأساس. هي موجودة هون شوري الله يخليك يا وجود كمان وجود عم تهتم فيه الموجودين. بس أنا بعرف إنه في أيام بتعاني كتير أنت بالليالي، أنت شخص ما كتير بينام بتخطط بتقوم على شغلك بكير ساعة 6. هل في أيام فادي الخطيب بهال بعرف قلبك شو هو ونفسيتك بهال هيك الجتة والتايجر والجا بيقوم ليالي بيبكي لأنه الشباب مش موجودين؟ هلأ أنا معك ببكي يعني كل شيء. هل وجودهم البعيد مع أنه أنت جدا. أنا مش ليالي، أنا بالجمعة ما بتقطع ثلاث أيام ما بكون عم ببكي فيها أنا وعم نام، ما بتقطع. بس هل إذا بدك الشغلتين اللي متناقضين حبك وعطفتك لهم وبدك إياهم حدك نفس الوقت بعدتهم على كندا على محل بعيد لأنه خليت حبك لأنهم من يكون إيه من يعني يكون هن بدهم يأمنوا حالهم مزبوط. مع أنه جهاد تركنا بعمر 15 سنة لما طلع على تركيا على فنرباتش وهذه لحقوا بعد 3 سنين لما كان عمره 15 سنة. سو بتعرف أنت رونتون لما يطلعوا ويصيروا بعمر 18 وبلشوا جامعة ولادك يعني نوعا ما واتجهوا هيدا الكارير نوعا ما ما بقى رح يعيشوا معك بالبيت فور ايفر. سو هيدي منا هيني. انا قلت لها هنا قبل ما ابعت جهاد قلت لها ليكي يا منا نكون انانيه وسلفش ونفكر بحالنا وعاطفتنا يا منا نكون بنفس الوقت عم ندعمهم ونقدر قد ما فينا نطلع لعندهم ونشوفهم. سو هيك صار وهيدا اللي صار. وعندك طموح انت بالشباب اللي موجودين اسم الله عليهم اثنيناتهم انت بتعرف بحبهم مثل اولادي. عندك امل انه امل اكيد انه شي نهار يكونوا جامعه بعدين NBA ان شاء الله NBA او يوروب. هلا المنيح انه معهم باسبور اوروبي بيقدر يلعب فيه باوروبا كيوروبيان، والمنيح اكثر انه في اكسبوجر كثير كبير عليهم الحمد لله بامريكا وكندا وthey're doing great numbers. يعني هادي عم بيحكوا عنه جهاد توب بكندا كلها. ان شاء الله بالاخر بتعرف انت الـ NBA بارت منها تالنت صغير وبارت منها بوليتكس. سو منا بيور تالنت اكيد بس هيدا لا سمح الله اذا ما صاروا محضر له يوروب محضرين للشباب انت بتضلك محضرهم كمان نفسيا اوكي حتى الاكسبكتيشن تكون مش انه عالي بيجوا ينصدموا كشباب وهيك لا عارفين هن عارفين وعم بيلحقوا الهدف تبعهم بعقلانية يعني عارفين كيف عم بيروحوا وديديكيتد كتير ديديكيتد جدا ديديكيتد يعني خلص عندهم تارجت بدهم يروحوا لقلو. سو الله يوفقهم نحن بنكون حدهم قد ما فينا سبور ودائما انا بقول لهم انه يا بابا نحن عم نعمل كل شيء وبعدنا عنكم كرمالكم وكرمال مستقبلكم كرمال حياتكم make it worth it. بس عرفت انه ما تسترخصوا بالوقت بالملعب الزياده اللي بدكم تعطوه لانه هذا الوقت نحن عم ندفع حقه ثمن كثير كبير. تايجر اذا حكينا عن هالمواضيع بنروح بنكمل بالجلسه تبعنا ولقائنا عن موضوع الحلقه الاساسي اللي هو second chance. إذا كانت الأول فرصة الفيرست تشانس هي بالباسكت وكنت بالروضة ورحت وبلا وين السكند تشانس تبعك؟ دبي دبي اليوم كل العالم تعرف شو صار معنا بلبنان مني ومن كتير أمتين ودمرنا يعني دمرنا عن صعيد معنوي وعن صعيد حب وطن ودمرنا عن صعيد شو صار ببلدنا وشو صار معنا وشو اللي كنا عم نخططه هاو يعني بالمسار اللي نحن كنا ماشيين فيه انه to grow our business بعد الباسكتبول وهذا هو ما بدي اظهر من لبنان يا اخي انا يعني اجينا كتير لبرا وقررنا نضلنا بلبنان.
سو لما انفتحت الباب لإلي على دبي وقررت اطلع على دبي وانا فتحت الباب لانه انا طلعت صرت نبش وكنا بعدنا بالثوره باول جمعه رجعت على البيت من كنت برياض الصلح طلع هلا مقطع تيكت طالع دبي قلت شو طالع تعمل دبي طلع ما بعرف طالع افتح لو بمدرسه بدي افتح اكاديمي باسكتبول وبلش من هنيك سبحان الله وفتحت البواب سو السكند شانس هي كانت وقلت انا قلت لها يعني هذه فرصتي وهي الفرصة الثانية من بعد الفرصة الأولى بس كان عندك إيميل لما قلت لها هيك لأنه هي عم تطلع حتى إذا جيت قلت لها أنا أنا يعني أهلا موجود تشامس في لبنان ليش بدك تجي أنت وتكون عملت وتعبت وفتحت حتى فتت بالفود وبالهيلث فود بكل شيء فتت لأنه اليوم توني أنا شخص very productive ما بنام لأنه دايما عندي شيء دائما لازم خططه والفيجن 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 يعني بيقولوا لي الماركتينج والتيم عنا انه يعني بتنام انت ان شاء الله بكره نقدر نلحق على الشيء اللي طالع فيه بكره عرفت انه هالقد عندي تخطيط وبدي يكون بروداكتيف لانه ما بتعرف شو شو مخبيت لك الحياه سو دائما حريص على هذا الموضوع اعطي كل شيء في عندي لا أقدر أقول أنا استثمرت بهال 24 ساعة 21 ساعة و20 ساعة properly لكون أنا مرتاح هيدي هي كانت الفرصة التانية وفرصة تانية ما كانت هينة أبدا تعذبت وشقيت وفتحت وبعد ما فتحت اجت كورونا بشهر بعد شهرين من ما افتحت مهم هيدا نسمعوا هيدا الحكي في يعني ناس اوقات بيحكوا بيحبوك كتير خطيب دبي شو والله كتير بيحكوا الله انه انت عملت والاسم كبير الاسم كبير والناس انه ايه ما في شيء بسهل قلت لي اياها على طول بس انا حتى بحب اللقاء انا وياك نحكي عن الموضوع كمان ما في شيء تعبت ولو وصلت ولو عملت الاسم انا حطيت يعني حطيت مصاري لما فتحت الاكاديمي هون وحطينا واسسنا شركه توني كان ديسمبر بمارش اجت كورونا سكر البلد اضطرينا نرجع معاشات عم تندفع مصاري محطوطة ما عارفين وين رايحين نحن فادي ببداية 2024 راضي على اسم تشامبس الحمد لله أكثر ما مستاهل الحمد لله الحمد لله أكثر أنا دايما بقول راضي. أنا راضي كتير أنا عم بسألك تعرف ليش عم بسألك أنت عطول مش بتقول مش راضي بتقول راضي بدي بعض أعطي أحسن أكيد بقول حط الحمد لله أكثر مستاهل دايما في مارجن كتير كبير للعطاء لا ما في شيء اسمه perfection بالحياة كلنا ما حنوصل لشيء اسمه perfection دايما رح يكون عندك انت جاب كتير كبيرة لتضلك تشتغل لتوصل للأحسن للأحسن طيب هيدا العقل يلي ما بيوقف أيه. مثل كأنه عندك ماتش باسكت عطول عم تلعبه عم تحضر له قبل ما انت شو بالماتش الباسكت الماتش الباسكت بتحضر له تحضير. قبل تحضير وبتوصل نفسيا بروفيشنال كيف بتكون كيف بتنام بحس بعد حياتك مكملة عم تحضرها بالطريقة كيف كنت تحضر للجيم بس عم تحضر للشغل مزبوط. هيدا الشغل يلي وصلت له هيدا العقل يلي عم بيخطط كل الوقت وهيدا الإنسان البروداكتيف في إشياء بال2024 إن شاء الله عم تطمح عليها أكبر بعد بكتير اليوم طموحي أنا يعني أنت بتعرف يعني أنت من الأشخاص اللي كتير اللي بيعرفوا عن الموضوع وهلأ قبل الحلقة يعني خبرتك إياه لأنه عم بيصير ما منحكي عنهم لأنه إلا لا يصير إن شاء الله ونعلم عنهم بس ما في يعني التخطيط نون ستوب توني بتعرف الإنسان لما بده يتطور بحياته دايما هو بده يروح يدق ما في شيء رح يجي لعنده يعني رب العالمين ما أنت وقاعد هلأ رح ينزل لك السكسس ويقول لك تفضل هيدي السكسس روح شوف شو بتعمل ايه اللي عنا حكينا بدك تروح يعني تفلح وتدق ابواب وتعمل وتفرجي وتعطي الصوره المنيحه ليقدروا هن يثقوا فيك لتقدر انت تفتح هذا الباب اكبر واكبر سو اليوم ما في شيء بالسهل اليوم هن عم بيشوفوا العالم انه والله السكسس وتشامبس وفادي بدبي او فيتكالت او المين بلان انا بنام اربع ساعات بالنهار ماكسيموم اربع ساعات بالنهار يعني في كانه فايق واحد انه اخذ سيريموني ولا اخذ مكرم اليوم هالقد بكون فايق انا مبسوط انه رايح بلش نهاري لانه النوم تضيع وقت بالنسبه لي سو البرودكتيفيتي رح تضل قد ما الله عم يعطينا عمر رح نضلنا فيها لنقدر نحن دائما
الاساس فيها هي الاويرنس والتوعيه وانه عم نجيب العالم على شيء هذا مهم حلو هذا مهم مش انه عم نعمل شيء لا لا شيء حلو شيء نظيف شيء هيلثي يعني اليوم انا لما تشوف توني بالجيم وقلبي بصير هالقد لما اشوف فلان عم بيتمرن بصير قلبي هالقد لانه بقول انا البلاتفورم اللي عنا اياها اتس هيلثي بلاتفورم من كل ميلات من كل ميلات كيف بيفكروا كيف عم بيتقدموا كيف عم بيتطوروا كيف عم ياكلوا كل شيء معنا اللي انا عايش معك بعرف بالشمس موجود ما زال عم نحكي عن الاويرنس فادي انت مؤثر على السوشيال ميديا المسج اللي بتعطيه اول شيء للرياضيين شو هو ثاني شيء للبنانيين شو هو ليك للرياضيين انه بيلدينج وتنميه المايند سيت المضبوطه بده يكون يجي من تشالنج بينهم وبين حالهم اليوم انت لما تقدر بدك توصل لمحل تبلش تتخطى كل الاوبستكلز وما تكون ايموشنال من السوشيال ميديا او من المتابعين او 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 من الخسارات لانه اليوم الخساره بتنزلك لتحت وفيك تضلك تحت بدك تعرف كيف توقف منها هون قد ايه بدك تكون انت جبار قد ايه بدك تكون انه بكره انا بخلص الجيم خسرت ما لعبت منيح بنفس النهار بكون عم بشتغل على حالي صح عم بشتغل على المايند سيت انه انا ناطر تين جيم بكره كثير ناطر بكره التمرين او الجيم لفرج العكس سو انا بكون باوقات لانه اليوم التوني الفشل اساس بحياه الانسان اساس ليعلمك انه هيدا اللي فشلت فيها انت اتس لسن ودرس لترجع توقف على اجريك انت مش تقعد فيها وما تعرف شو بدك تعمل وما تتعلم منها كل اوبستكل او تشالنج او فشل او لوس عم بيمرق بحياتنا هيدا لازم يكون درس لنا مثل المدرسه قدي درسنا مات وساينس وعربي وإنجليزي الفشل واللوسز هول الدروس أكيد سو هيدي كتير مهمة للرياضي إنه يكون عم بيقدر يعرف كيف يتخطاها ويشتغل على الستبس التاني لا يقدر ينجح وتاني واحدة اللي هي اللبنانيين لأنه أنت بمحل نفس الشيء عشت بطريقة نفس الشيء نفس الشيء لأنه اليوم اللبناني ليك لبنان الحلو فيه انه بحب الحياة يعني اللي بيجي لبرا على لبنان بقول لك ما فيش شيء بلبنان انه عم تعدوا تحكوا انتوا هذا بس المعاناة اللي عم بيعانوها اللبنانيه كتير كبيره سو كمان الامل كتير مهم وخدوا عبره اشخاص نجحت من هي بلشت من سكراتش مش والله اهلها كان معهم قدروا يفتحوا لهم البواب راحوا هن دقوا بواب لا يقدروا يفتحوها ويقدروا يكبروا وكثير في امثال اليوم توني بارود باهم بروجرامات عم بيطلع فيها اذا كان بلبنان ولا برا ولا بدبي والطريق اللي شقه لا يقدر يطلع يفتح هيدا البواب ما اجت هيك اجت من ورا مجهود لما فادي فشل وخلص بلبنان لأنه البلد وصلوا لهذا المحل راح دق بواب وفتح بواب وبلش يشوف وين بيقدر يستعمل علاقته ولا يقدر يستعمل صديقه ولا يقدر يفتح هذا الباب هالدولة الكريمة اللي فتحتنا بواب دورة الإمارات العربية المتحدة اللي فتحت بواب قلت لك الإمارات second chance so second chance بالنسبة لفهد الإمارات ودائما في second chance بالحياة اللبناني لازم يكون عنده هذا التفكير وأهم شيء الأمل بنسميه second chance والأمل ما أضيق العيش لولا فسحة الأملي فادي إذا حكيتك عن موضوع يلي أنا على طول يعني بسألك عنه بتشتاق كتير للملاعب للجمهور للناس لأنه في مرة أنا قلت لك ليك كان في مباريات تبعتها وهيك قلت لي توني بتمنى تابع بتمنى أوقات ما فيي مش من الشغل من 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 ولعي من قد ما بشتاق للملعب بتشتاق كتير ليك أنا يعني ما بحب أتفرج على جيم لأنه لما يكون الواحد عم بيكون بالجيم ومعود يكون decision maker ومعود يكون عم بياخد decisions معينة بالجيم صعب يكون قاعد ورا الكاميرا أو ورا التيفي وعم بيتفرج وما عم بيقدر يعمل شيء لما لازم يعمل شيء سو بتوتر كتير أنا ولادي ما بحضر لجيماتها أبدا يعني آخر مرة قالت لي هنا بس خلص يعني جهاد ركض راح يمين ليه ما راح شمال بصير في بصير في عرفت قصه بالبيت قلت خلص الجيمات ما بتحضر وصرت انا يعني قد ما في ابعد عن الموضوع بس بشتاق اكيد بشتاق للجمهور بشتاق لهذا الباشن والحماس والتحضير
وكل هال يعني 27 ل 30 سنة بالملاعب منا هين اللي تترك بهالطريقة، بس إنه بنفس الوقت بقول كتر خير الله يعني خدمت العسكرية الحمد لله وكنت مبسوط وفخور إنه شو عملت وشو قدمت وشو عطيت وقد ايه حفرت بقلوب وعقول الناس، وهذا أهم شيء بالنسبة لي. أكيد 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 أكيد. فادي إذا كملنا نسألك what if، نحن بالهيك بالقعدة عنا شو كان صار لو what if لو ما كنت لعب كرة سلة؟ باللي أنا فيه، باللي أنت فيه، بالبزنس بالبزنس، بس إنه أز أن أثليت ما بعرف بحب أكون سباح سومير. بتحب هيك. شو كان صار لو ما حققت نجاح كبير بالرياضة؟ كانت رح تكون درس يعني لألي إنه الشيء اللي رهنت عليه ما قدرت أنجح فيه. بس بتكمل كنت وما استسلمت بالحياة مثل ما أنت نفسيتك. أكيد تكون كفير بالتشالنج اندفنتلي بكتير محلات غير أقدر أرجع أنجح فيها. شو كان صار لو ما أجيت الفرصة التانية؟ يعني نحن هيك عم نحن مبسوطين بالفرصة التانية، لو ما أجيت فرصة تانية ونجحت بمشاريعك جديدة والبزنس يلي هلأ عم ليك. أكيد 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 اللي بأكد لك إيه أنه كنت عم دق 10 بواب غير هيدا الفرصة شو. مش عم دق 10 بواب يعني عم دق أنه بليز أعطوني، لا عم دق 10 بواب عم بفتح 10 مجالات أقدر أنا أرجع اتجه عليهم وأسس عليهم لأمن الفرصة التانية. أمن الفرصة التانية. سو هيدي أكيد منها بكاركتيري أنا وأنا كيف فكر دفنتلي ما كنت قعدت أبداً. يعني لو شو ما كان صار كنت عم فتش على الفرصة التانية. شو كان صار لو ما أخذ شيء اللي صار فيه إصابة معك ونزلت أنت رجعت مضيت مع الحكمة حابب تطلع ما سطولة كنت ربحت؟ ايه أكيد ايه. لو ما بعتدك الإصابة أنا كنت مراهن مع كثير ناس أنه إن شاء الله لو لأنه فيزيكلي كنت عارفين شو عم بقى شو قدران أعمل ومنتلي مجهز هذا الموضوع فيزيكلي كنت عم بتحضر كثير منيح بس لسوء الحظ يعني وهي انتبه الإجر اللي منيحة اللي انصابت لأنه الإجر اللي مش منيحة ما كنت عم بقدر اتكي عليها كتير صرت اتكي على الاجر المنيحه من ضربت الاجر. بس بنرجع بنقول هيك فادي اذا بنطلع بنعمل فلاش باك قلت انت قبل شوي بقول عنك كتر خير الله يعني بقول مش قصه خدم عسكريته وعملت هالكارير يلي هي كان للاندي او للبنان. شو كان صار لو ما كنت مستقر بالامارات حاليا؟ صعب كانت جدا لا لانه خلص صار بلدي يعني بحس حالي أنا ببلدي يعني ما بحس حالي غريب ما بحس حالي أنه أنا كانت ريتاير هون. في كتير ناس بتجي بتقلك أنه أي نحن صرنا 15 سنة وعشرين سنة بس we don't belong أنه يمكن أنه بعدين لما نخلص ونرجع أنا بقلك أنا لا يعني I can retire على طول بتقلي إياها مش هلأ لأنه نحن عم أنا وياك بتقلي على طول بحب كون وضل هون بحس حالي بلدي كأنه مكان كان ببلدي. فادي إذا طلبت منك تنقي شخص تقول له موقف أو statement ممكن يكون معروف ممكن يكون من محيطك ممكن يكون من أهلك موقف مين بتختار هالشخص ليش بتختاره شو الموقف اللي بتقله إياه؟ يعني موقف او شخص ما حاختار حدا من عائلتي لانه يعني كتار رح يطلعوا ما انت شخص اختار جوري لبعدين ان شاء الله بتسمع بقول انه انا يعني الشخص اللي بده يجي ياخدها بده يتعذب كتير وما حتكون هينة بالنسبة لإله أبداً لأنه العلاقتي والتعليقنا أنا قدي معلق فيها وقدي هذا يعني إن شاء الله بعد عمر طويل يجي هذا الشخص ويقدرها مثل ما أنا عم بقدرها لأنه غير هيك ما حقبل وغير هيك رح يتعذب كثير هذا الشخص. بس إذا فيها التقدير اللي هو بيشبهك وهو مربى بطريقة منيحة لأنه كمان عن مضض كمان أوكي لا لأنه نرجع نحكي عن قبل شوي كنت أقول عن الشباب عن الأنانية إذا بتشوف بنتك بعدين فرحانة بدك تفكر فيها يعني إيموشن اللي بعدني مني هلا بعدها صغيرة هلا بس إذا بدك على صعيد بلد يعني إذا بدك موقف للسياسيين بلبنان إنه اللي بقول لهم يا رايحوا البلد بقى
رايحوا البلد منكم. فتعبنا وتعبوا والعالم تعبت ولبنان كان محل completely different عنا هو هلأ وصلتوا لهون شبعوا وخلص يعني الإنسان آخر شيء بيأكل 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 بس بيشبع. فأكلتوا كتير وشبعتوا كتير ومليتوا كل شيء إن كان بالفساد ولا إن كان باللي عملتوه. فخلص اتركوا العالم بس تتنفس. إذا سمعوا منك وتركوا ترجع وعندك أمل جديد لا بالبلد. في كتير أحسن مني موجودين. أنا يعني خلص ترجع لتكون بموقع سياسي أصلي بترجع على البلد. لا أنا يعني برجع لأنه بعدنا تحت نحن أشغالنا تحت وبيوتنا تحت وحياتنا تحت. بس إنه هل أنا بترك الإمارات ما بعتقد. تايجر إذا قلت لك هيك تغمد عيونك فلاش باك ترجع بهالعمر اللي مرقت فيه كله سوا وتعطي مسج لكل اللي عم بيسمعك. قبل كنا حكينا سوشيال ميديا أو رياضيين بس إنه عم نحكي خبرة حياة. شو بتقلهم؟ أصعب يعني من بعتبر أنا من أصعب كاريرز ومراحل نفسي مرق فيها أشخاص هو أنا. العالم تشوف على السوشيال ميديا الشغلات الحلوة. الحياة أنا بقول لهم لا يعني كثير بيضة وبشوفوا أبيض بس الحياة فيها سواد ليوم السواد. ومرق علي سواد يمكن دهر ما بيقدر يتحمله الإنسان. كيف برمتهم لتصيروا بوزيتيف؟ عقل بس مايندسيت. بحطيك إكزامبل كثير صغير. كان عمري 25 سنة كنت بعدني عم بأسس حالي وشاري بيت ومجوز وعندي ولد وجهاد بعده رضيع وكنت فايت ببزنس مع يعني بيع إذا بدك كل شيء غير لفوت بهذا البزنس مع صاحبي وصاحبي توني مربيين أنا وياه سوا. المهم أكلت الضرب من صاحبي اللي هو يعني الخي لك كان أكتر من خي ولا شيء يعني بالسفر. بتروح إذا بدي فوت على السوبر ماركت أو على الدكانة ما بقدر أشتري شيء لهالدرجة لأنه كنا كل شيء حاطينه بهذا البزنس وعندي ولد وعندي مسؤوليات وعندي هنا وعندي بيت وبتعرف أنت يعني بعدك 25 سنة وطالع. خسرت كل شيء وعم نحكي بمبلغ كتير كبير. وبعد كنت أنا كثير بعمل يعني أنا كل شيء بجمع بحطه بريل استيت دايما كنت حب اشتري ريل استيت. بعد بيت من كان عندي بيتين بيت شاري وبيت عم قصته بعد بيت لفوت بالبزنس خسرته. تشوف قدي الامباكت قوي. ما حدا عارف إلا لبعد 3 سنين أبدا ولا شيء. طلعت عم بتضحك ما حدا عارف اللي صار. ما بدي ولا أهلك ولا المقربين ولا ما بدي حدا يعطى الهم فادي. ما نام أنا ما نام. طلعت عند أمتران شوي ردقت البيت قلت له ما بدي منها شيء. صار معي 1 2 3 نحن بتذكر 12 شهر بعد في 18 يوم للمعاش. بدي سلفي على معاشي بس لكفها 18 يوم أكتر من هيك بس. إذا بتعطيني زيادة وبتقلي هولي لا مخصون رح أبرم وقفل والله العظيم. قال لي طيب هيدي سلفة على معاشك بعد آخر شهر بتجي بترجع ليها. وهيدا اللي صار. ورجعت بلشت عم بعطيك وحدة من قصص مرقت معي بحياتي. هيدا وحدة بس هيدا مسج كتير مهم. المسج اللي فيها انه الانسان بده يقطع بسواد بحياته كتير ليطلع منه هو لحاله بده يطلع منه. اوعى تفتش على واحد يجي يكمش لك ايدك. هيدا اللي يكمش لك ايدك رح ينصحك غلط يمكن ورح يطلعك منها بطريقة غلط. اليوم تعمل عملية مع حكيم كتير شاطر اذا بتروح بتعمل فيزيوتيرابي غلط ترجع بتفوت على العملية مرة تانية. سو اليوم الطلعة انت بدك تطلع حالك. لا تفتش على مين يوسيك ويفتش على مين ينصحك. انت بدك تكون عندك هيدا التشالنج. حكي 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 مهم. سو حكي انا تحديت حالي قلت لا أهلي ولا مرتي ولا أصحابي اللي هن دفشون على فوت هذا. أنا حملت حالي وسقت بهذا الشخص وفتت وما كنت on top of my business وما كنت على رأسه لهذا البزنس. أنا بفشل وأنا برجع بوقف حالي
انا بتحمل المسؤوليه. هيك صار. والتحمل المسؤوليه هي اهم شيء توني. ما تجي تعطي اكسكيوزز بالفشل، بتبلش تفتش انه انا لا هو ليك خسرنا لانه هو ما لعب منيح. عندي أم. عرفت؟ سو تحمل المسؤوليه كثير مهمه، ترجع توقف منك من حالك كثير مهمه، تشالنج يور سيلف على النجاح واللي بدك تعمله اليوم، بتخطط قول انا بدي اتحدى حالي بس لا اقدر احققها قبل ما اتحدى الغير. سو هيدي هي المسج اللي بقول لهم اياها. الحياه كثير 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 صعبه يا عم. كثير حلو كثير صعب كثير. وانا بقول لهم لو هيدي بقول لهم نحن مقتدرين انه تكونوا عايشين معنا وما تفكروا بالباسل. انا بدي اياكم اليوم طلعت سوري يعني عم شت على هذا الموضوع لانه كثير مهم. طلعت بالبودكاست هذيك المره في شفت التعليقات انه ايه عم بيحكي بالانجلش او ايه عم بيحكي. انا وقتها كنت عم بحكي عن spoiling kids. spoiling مش دلع يعني. في ناس بتفكر spoiling هو الدلع. لا، مجبور تدلع ومجبور تعطي حنان ومجبور تكون الاب والام اللي حاضنة اولادها ومجبور تعطيهم كل شيء حب بالدنيا، بس مش مجبور تنزعهم وما تحملهم مسؤوليات وما تقلهم انتو تحملوا المسؤولية لانه انا اليوم هون بكرة مني هون. يمكن بتكون تعرفوا انتو كيف توقفوا اجريكم. سو هيدي هي المسج اللي بقلهم اياه، انه اليوم الانسان يتحمل مسؤوليته. دايما ندفع اولادنا لنفرجيهم قدية الحياة صعبة وبنفس الوقت نعطيهم نفرجيهم الحياة كثير حلوة ودلع والحنان والحب. بس يتحملوا مسؤولية. الاشخاص امرار بيهبلوا من المسؤولية، وهذه شغلة كثير غلط. لما الشخص بيروح وبيتوجه انه انا بدي احمل مسؤولية، هذا بتفرجي الليدرشيب. هذه بتعرف انا كمان بحب احكي عن خبرة صغيرة مرقت بالحياة بهالعمر يعني اذا بدك بطريقة هيك متواضعة، بس لاقول لكل اللي عم بتابعونا اللي مرقت فيه انت كمان مرقت انا أكيد. بكتير اشي وانت بتعرف قديش صعوبة. أكيد. بس نحنا كان انت او انا كان عنا هيدا المنافسة مع حالنا لحتى نصير احسن. والمنافسة مع حالنا ما كانت بالزعل والحقد واللوم والانتقام من الآخر اللي حكيت عنه أنت أو من فلان اللي أنا أثر علي. كانت حياتي أقصر من حياتك بالباسكت، بس العزيمة اللي عندي إياها رجعت قمت على الإعلام وكملت. أنت كمان صار معك إصابة رجعت كملت. أنت خلص الباسكت عرفت تفوت بالبزنس. أنا بس لا أنا ما بختم معك، أنا ببلش على طول عن جديد معك. بس بكل شيء اللي قلته قبل، كان تايجر بالعيلة، كان تايجر بالباسكت، كان تايجر كمان بالبزنس اللي عم يعمله، وبزيد لأن عارف انه رح اختم معك انه تايجر انت بالإنسانية حبيبي. فهيدا اللقاء انا وياك مش لقاء يومي بيصير مثل حتى يعرفوا الكل. وانت مثل مش بس للشباب الأصغر منك، انت مثل للأكبر منك اللي هو انا. حبيبي حبيبي تايجر، انت مثلنا وهيدا من اهم يمكن اسامي حبيبي. واحد مش انه بياخذها على عاتقه بيقول هالاسم رح يكون مش اعطيته اكثر ما هو بيستاهل بكل معنى الكلمه. ثانك يو لك. وانت يعني اللي حكينا فيه نحن حكينا فيه كذا مره قبل، اللي الشغله اللي بدي اقولها مش عم جامل توني، بس القلب الابيض اللي عندك هي يا ريت في كثير اتليتس وغير اتليتس بتمثلوا فيه، لانه انت بيور وقلب مشبهك جدا. يعني انت وصلت على الامارات جيت دعمت فادي، جيت عند فادي وجيت لتوقف حد فادي. سو هيدي بالنسبه لي معنويا حقها بالدنيا كلها. سو ثانكيو على كل شيء عم تعمله، والله يوفقك. وبتعرف انت قدامك ووراك ويمينك وشمالك حدك بكل خطوه. بس انا بدي اقعد الكل 2024 ان شاء الله. سنه حلوه رح تكون لك كثير. انطروا ثانكيو حبيبي. تانكيو. يعني اليوم الحلقة حكم القلب هذه بتسميها. على طول اللقاء مع توني بيكون لقاء أول شيء صداقة ومحبة، واللي حكى اليوم مش من حكى بارت منه كتير كبير مش من حكى من قبل، وأنا مش مصرح عنه. وصلني محل توني أنه يعني اختنقت على الآخر قبل ما أبكي، لأنه بيعرف نقطة الضعف اللي عندي إياها تجاه نقطة معينة لازم تحضروا الحلقة وتعرف فيها. والمسج اللي بقوله انه رح تعرفوا اليوم فادي من داخليا وشو قضى بحياته وشو مرقت بحياتي، ومش بالديتيلز بس ان جنرال
قد ايه كانت صعبه مسيره فهد الخطيب المهنيه والرياضيه. سو احضر الحلقه لانه رح تكونوا كثير مبسوطين.